And also your voice was like a kind of limited. Do you have any problem with your voice? Did you have any cold or something? الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى في القلب خواطر عن أمم بواقعها قيم مثلى قلب خواطر عن مثل بحضارتنا كانت أصلا من واجبنا أن نعرفها عن قرب وبها نتحلى قيم أوصال مختار بها ولنا فيه المثل الأعلى فتخيل لو نتمثلها كم تصبح دنيانا أحلى في القلب خواطر خواطر